أخبار شمس فم. ودقيقة على شمس فم. مرحبا. قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق المدير العام الأسبق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية محرز الزواري، وذلك على ذمة القضية التحقيقية المتعلقة بتكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي والموقوف على ذمتها رئيس المجلس البلدي المنحل بالزهرة ريان الحمزاوي. كان هذا حسب ما أكدته الشمس فام النطقة باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب حنان قداس، اللي قالت أن الزواري كان محل تفتيش وهو في حالة فرار، ولما تم إلقاء القبض عليه استمع عليه قاضي التحقيق وكان قرر بدوره إصدار بطاقة إيداع في حقه. وللتذكير فإنه محرز الزواري كان شغل خطة مدير المصالح المختصة بوزارة الداخلية خلال فترة حكم الترويكا، وسبق وتم إصدار بطاقة إيداع في حقه في القضية المعروفة بالتسفير للبؤر التوتر، ثم تم الإفراج عليه آخر 2022، مع الإشارة إلى أن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب آذنت بفتح بحث تحقيقي من أجل شبهات تكوين وفاق إرهابي بغاية التآمر على أمن الدولة والدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية، والأبحاث تشمل عدة شخصيات بينها رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي. المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل اجتمع اليوم بصفة طارئة برئاسة الأمين العام نور الدين الطبوبي، وذلك على أثر إيقاف يوسف العوادني الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس وعدد من النقابيين الآخرين، وهما كل من عضو الجامعة العامة للنقل حاتم الزغب وأشرف المكني وسليمان القروي عضوي النقابة الأساسية لشركة سونوتراك للنقل البحري بقرقنة، وتم ذلك البارح بعد استنطاقهم في مقر الإدارة العامة للحرس الوطني بالعوينة. وعلى خلفية هذه الإيقافات للنقابيين، فإن المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل يستغرب من عملية الإيقاف التي قال إنها لا تتماشى مع الأسباب التي دعي من أجلها النقابيون إلى التحقيق، باعتباره خلاف عادي لا يرتقي إلى التهم الموجهة تكوين وفاق من أجل الإضرار بالمصلحة العامة، وقال إن ذلك يحدث في كل مرافق النقل العمومي. كما أكد المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل أن الإعلان عن إيقاف النقابيين من طرف قناة تونسية خاصة قبل حتى انتهاء الأبحاث هو دليل على الصبغة السياسية التي تحيط بهذا الملف، ويحذر الاتحاد من تدخل عديد الأطراف وعلى رأسهم السلطة التنفيذية لتوتير وإرباك الأوضاع ومحاولة توجيه القضاء للتنكيل بالنقابيين وترهيبهم. كما يؤكد المكتب التنفيذي الوطني لاتحاد الشغل أن هذا الإيقاف هو إمعان في استهداف الاتحاد وحصار لإحدى أهم قلاع المنظمة جهة التأسيس وزعمائها، والتي قدمت عشرات الشهداء في إضراب 4 و5 أوت 47. واعتبرت هذه الإيقافات مواصلة لسياسة ضرب العمل النقابي المضمن في الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الدولة التونسية وفي دستور الجمهورية التونسية. كما أدان اتحاد الشغل مواصلة هرسلة النقابيين وفبركة القضايا الكيدية ضدهم من أكثر من سنة، والتي طالت نقابي النقل وشركة تونس للطرقات السيارة، بالإضافة إلى الإطارات المسجدية والثقافة والتعليم والتجارة وآخرهم نقابي صفاقس. اعتبرت ذلك محاولة لإرباك المنظمة والحيلولة دون القيام بمهامها الوطنية والاجتماعية، ويطالب اتحاد الشغل بإطلاق سراح الموقوفين فورا وحفظ كل القضايا الكيدية الأخرى، كما يدعو الهيئة الإدارية الوطنية للإنعقاد لتدارس تطورات الأحداث واتخاذ كل القرارات المناسبة دفاعا عن الحق النقابي وعن مناضليه، ويحث كافة النقابيين إلى اليقظة والتجند للدفاع عن المنظمة واستقلاليتها وفق نص البيان. منظمة العفو الدولية قالت إنها وثقت أدلة دامغة على ارتكاب القوات الإسرائيلية جرائم حرب في هجومها على غزة، وتحدثت المنظمة عن استهتار إسرائيلي صارخ
بحياة الفلسطينيين، كما أشارت إلى أن القوات الإسرائيلية أظهرت مجدداً لا مبالاة مروعة إزاء الخسائر الكارثية التي تلحق بالمدنيين جراء غاراتها المتواصلة على قطاع غزة. كانت هذه أخبار شمس فم، قدمتها لكم خولة سليتي. أكثر تفاصيل تلقاوها على موقعنا www.shams.fm.